الآن بندخل يمين من عند ريتسي مول. طبعا لابد من المخالفين يدخل عليك كذا. طيب شوف هنا سيتي ووك، حلو. طيب هنا الشارع الرئيسي، تدخل يمين ثاني لفة يمين من الشارع هذا، بعدين كذا على يمينكم المواقف. طيب شوفوا هنا المواقف، ما شاء الله مواقف مرة كبيرة. هنا مواقف رقم 2 وفي مواقف رقم 1. شوفوا يعني شوف هنا على اليمين أول ما دخلنا، الآن حنروح لمواقف رقم 2 رقم 1. فالفكرة أتوقع حسب الامتلاء، لما تمتلئ المواقف هنا يصير تروح لمواقف 2. الآن دخلنا مواقف رقم 1، والله حظنا جميل صراحة. ليش؟ لأن شوفوا السيتواك هناك قدامنا، شوفوا، وقيمة التذكرة 35 ريال ومع الضريبة 42 ريال. واللي حاب يعرف متى بينتهي موسم جدة، أو بمعنى هنا السيتواك هذا متى حيقفل، على كلام المنظمين 17 أغسطس، يعني الشهر الجاي 17، يعني بقي لكم قريب شهر. طبعا انا حصور بشكل مختصر جدا لاني ما احب اصور الاشخاص، وهذا كاحترام لخصوصياتهم، حلو. فلا احد يقول لي قاعد تصور الساعه. وهذه قائمه الممنوعات. طبعا انا مستقصد اني اصور بالطريقه هذه لان صراحه في كميه ناس وما ابغى اطلع احد، فاحتراما لخصوصياتهم بس قاعد احاول اعطيكم فكره على المكان. فبشكل عام اللي حاب يزور المكان بحط لكم رابط الحجز في الوصف، ضروري جدا تنتبهوا من المواقع المشبوهة والمزيفة لأن النصابين مرة كثير. فبحط لكم الموقع الرسمي والدفع عن طريق الأونلاين وكل أمورك تمام، وفي تطبيق لهم برضو تقدر تحمل التطبيق وتحجز عن طريق التطبيق وأمورك في السليم. طيب اللعبة هذه الشخص الواحد 40 ريال لفة واحدة. طبعا سبب جيتي للمكان هذا محمد نصر من عمان، صراحة الرجال هذا ما قصر معي يوم جيت عمان. صح انه الفترة اللي قضيتها معاه قصيرة جدا، بس اللي انه ايش جلس معي لين ما قررت اروح المطار لين الفجر، فقعد احاول ارد الجميل قدر الامكان ما انه ماني قدها. لكن 3 سنوات ساكن في جدة وأول مرة أزور سيتي ووك، شهر في جدة وأول مرة أزور. وفي نقطة مهمة جدا، الدخول للجميع، أفراد، عوائل، شباب، أطفال، كل أحد يقدر يدخل المكان عادي جدا. ومحبي الطبيعة لكم مكان خاص، أيضا الدخول مجانا. إذا أنت حران عندك الرذاذ المائي هذا ما حيضاع، حركة جميلة. شو الحركة هذه قد شفتها في الصين وأيضا مع الوعلان في الرياض بدعوة فطور. شوفوا ترى هنا في أسماك، ها هنا شوف. صراحة المكان مناسب جدا للعوائل، وحد الآن ما شفت أي مضايقات من الشباب أو حركات، يعني فالوضع تمام. يعني أنت كشاب محترم تقدر هنا تيجي تنبسط، وايضا كعائله تقدر تيجوا تنبسطوا، يعني حتى الان الوضع في السليم. هذا الشعب المحترم. ايوه والنعم فيك. الحلو في جلسات ايضا مجانيه، يعني مكان عام مرتب ومجاني، وفي المراوح هذه لتخفيف حراره الصيف وغير الرذاذ الموجود هنا.
شوفوا اللعبة هذه، هتطلع فوق وتنزل بوف. تقدر؟ لا. قبل شيء يقول لي لعبة أطفال، أنا يلا يلا أنا وأبو ريال. يا ربي محمد، ايش رايك تلعب هنا؟ يلا خليك عادي؟ هذا اوكي. طيب، مع الجو الصيفي والحرارة اخذنا عصير القصب من المحل هذا، الحجم الصغير 10 ريال. والان دخلنا مصر في ملبوسات مصرية سواء رجالية او نسائية الى اخره. بعدين في المنتصف هنا في مسرح، في باركودات زي كذا مرة كثير، هذا الدليل على اهتمام انه اذا في شيء ما عجبك ممكن تدخل الباركود تسجل. في تجربة غريبة، يعني هذا المجسم او المبنى عبارة عن ايش؟ يعني المبنى مستوحى من فندق اسمه لوكان السعادة، المهم ما علينا من الاسم. ف تدخل تخوض التجربة كأنك ساكن بالفندق هذا، تشوف اللوبي الغرف والى اخره. تقريبا الشخص 40 أو 50 ريال. بالنسبة للعبة هذه الشخص 35 ريال، واللي طولهم تحت 105 مجاني. وبالنسبة للعبة هذه لعبة السلاسل الشخص 30. وإذا معاكم أطفال ضروري تجون للمكان هذا، مكان ممتع للأطفال، والدخول بلاش، دخول بلاش، تيجي استمتع. اللهم إيش اللي هنا تطلع فيه بفلوس، الشخص 30. شوف هذا اسم المكان، ضروري تجيبوا عيالكم هنا، مرة المنطقة ممتعة. عندكم هنا بيت الرعب، بس الغريب الدخول مجانا. أنا صراحة خواف لكن بخوض التجربة. محمد خايف بطريقة، المشكلة هنا النظام شوية غريب، يعني أقول لكم محمد خايف بطريقة. بس الشيء الجميل تعرف إيش؟ يقول لك تبغانا خوفك زيادة ادفع لي، يعني أنت تتمشى هنا في الساحة مجانا، لكن تبغى تخش الغرف هذه المخيفة وزي كذا وتخوض التجربة تدفع. فصراحة أنا لا ما بدفع، أستغفر الله العظيم، لأن هنا أنت تتوقع أي شيء، تتوقع أي شيء هنا، فهنا تتوقع أي شيء، يعني ممكن واحد يطلع لك كذا، ممكن واحد مدري إيه، فتحس المكان. المشكلة هو أكبر خواف. يعني إحساس المكان تحس بالغدرة في أي لحظة، في أي لحظة يغدرون بك، والله في أي لحظة يطلع لك واحد كذا. هذا لسه البداية، يعني هذا لسه وانت في الساحة، عاد لو دخلت جوا أعوذ بالله. طبعا المنطقة هذه كلها مطاعم تقريبا زي السنتر. طبعا هنا منطقة المطاعم فيها شاشة كبيرة وعملاقة، في جلسات ومطاعم. بالنسبة للمطاعم، المطعم الوحيد اللي يعطيك نفس السعر الرسمي لهم الطازج، أما ماكدونالدز مثلا بيعطيك بزيادة 2-3 ريال. بشكل عام أغلب المطاعم أسعارهم هنا شوية زيادة، طبعا هذا بعد ما تأكدت من بعض المطاعم، مو كل المطاعم وبس. وفي نقطة مهمة جدا جدا جدا، أنا احنا فكرنا انه نروح ريتسيمور بحكم انه ريتسيمور قريب مننا، بس كويس انه سألنا، قالوا اذا خرجت من المنطقة خلاص ما تقدر تدخل، لأن خلاص الدخول مرة واحدة، فإذا خرجت خلاص التذكرة حقتك ما راح تشتغل، ما تقدر تدخل للمكان، لازم تروح من برا لمواقف السيارة. فبالتالي إذا أنت بتروح أي مكان خد سيارتك بعدين كمل طريقك.